وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في بدء إنشاء المحور المقترح بمنشأة القناطر، والتي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة في نهر النيل فرع رشيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذ حاليا على مستوى الجمهورية. كما أكد مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور جنبا إلى جنب منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا، والتي تمثل نقلة حضرية كبيرة، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا وتوقعاته باستمراره في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلا. وأشار التقرير إلى توقعات البنك الدولي بأن تحقق مصر واحدا من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022 كثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بنسبة 5.5%. كما لفت التقرير إلى توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداء قويا ومستقرا بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، بداية، البنك الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري رغم الجائحة في ظل تواصل المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كيف ترى انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري بشكل عام؟ أولا مساكر عليك وعلى كل مشاهدي القنوات المصرية. فعلا المراجعة الأخيرة للبنك الدولي وحتى صندوق النقد الدولي في مراجعاته رفع توقعات النمو لمصر، وده مش الرفع الأول أو مش التوقع الأول الإيجابي بالنسبة للنمو في مصر في الوقت، وده نقطة مهمة لازم السادة المشاهدين يعرفوها، في الوقت اللي هو خفض توقعاته لعدد من الدول وخفض توقعاته لنمو صندوق النقد الدولي، يمكن لسه كمان من بعض من أيام عديدة لسه مخفض توقعاته لنمو التجارة العالمية مع تطور المرض ومع تطور المتحولات الجديدة ومنها أوميكرون، كان في تخفيضات في توقعات النمو. لكن الحقيقة فيما يخص مصر وعدد من الدول وبالتحديد مصر، يمكن هو رفع توقعاته في النمو، وده في التقرير الأخير اللي هو أصدره بسبب المشروعات القومية والبنية التحتية اللي مصر عملتها واللي قدرت إنها تجذب معاها عدد كبير من رؤوس الأموال، ومع الاصلاحات الهيكليه اللي خدتها الدوله المصريه، واهمها خفض العجز في الموازنه والاصلاحات الضريبيه والاصلاحات التشريعيه اللي كان ليها اثر كبير على جذب رؤوس الاموال وعلى خلق فرص عمل. يمكن احنا من خلال الاصلاحات دي او المؤشرات الاقتصاديه، خليني اقول لك على بعض المؤشرات المهمه. يمكن احنا خفضنا البطاله في السنوات الاخيره من 14 الى 7%، خفضنا التضخم من فوق 30% الى حوالي 6-7%، قدرنا ان احنا نخلق فرص عمل، ان احنا نزود الاستثمارات الاجنبيه الخارجيه، قدرنا نرفع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر اللي موجود في مصر، قدرنا نرفع حجم الصادرات لرقم قياسي حوالي 31 مليار دولار. كل المؤشرات دي بتاخدها المؤسسات الدوليه. خليني اقول لك كمان اصدارات فيشر ومراجعات فيشر وموديز، مؤسسات التمويل او مؤسسات الملاءة المالية اللي بتراجع الملاءة المالية عندك، كل هذه التقارير وكل هذه المؤشرات بتؤشر او بتخلي المؤسسات الدولية تقدر تحكم عليك من خلال الاداء الاقتصادي بتاعك، وده السبب الرئيسي اللي خلى البنك الدولي يراجع او يرفع توقعات النمو لمصر في الفترة القادمة رغم الجائحة. نعم. أيضا دكتور عمرو، البنك الدولي بيتوقع أن يقدم الاقتصاد المصري أداء قوي ومستقر بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، إلى أي مدى يعبر ذلك عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ احنا قلنا الكلام ده من قبل، أن لما نقع في النمو الاقتصادي، وده أرقام مش يعني مش سهل، دي أرقام موجودة البنك الدولي أصدرها أصدرناها الكل عارفها، لما نقع في نسبة النمو الاقتصادي بعد الثورة وننزل ل 1.8 وبعدين نطلع ل 4.5 ونوصل ل 6 و6.5، وكنا في طريقنا ان احنا نحقق 7%، لان انت عندك
محتاج تخلق مليون فرصة عمل سنويا. فالنمو السريع السريع والجذري والكبير اللي احنا حققناه من الى من 1.8 الى انك توصل 6.5%، بتتكلم في حوالي اربع درجات او خمس درجات. ده طبعا حاله حقيقه فريده، ويمكن كريستين لاجارد رئيس البنك الدولي قبل ان تترك منصبها اشادت بالتجربه المصريه وقالت ان احنا عايزين نعمل ميشن ريفيو مراجعه مع مصر عشان نيجي نشوف كيف استطاعت مصر ان تنهض لنفس في نفس الوقت. نفس هذه السيده كانت ليها توقعات تشاؤميه لمصر، ونفتكر في 2012 لما كنا بنحاول ناخد قرض من البنك الدولي في حدود تقريبا 2-3 مليار ولم نستطع، وفضلنا 14 شهر عشان ناخد القرض، وفي الاخر رفض البنك الدولي ان يعطي القرض لمصر. النهارده احنا عندنا ملاءة مالية، عندنا استقرار مالي، عندنا اصلاحات ضريبية واصلاحات تشريعية، عندنا ملايين فرصة العمل قدرنا نحققها. هو ده اللي يخلي عندنا مؤشرات على ان الاصلاح الاقتصادي اللي احنا عملناه كان اصلاح، وده مش بس احنا بنقول هذا الكلام، ده كل المؤسسات الدولية بتشيد ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وبتعتبره lessons learned او بتعتبره حقيقة تجربة فريدة مفروض نحن نتعلم منها. شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من المستشارين بوزارة العدل لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لمشاهدة مرافق المركز والرعاية المقدمة للنزلاء والبرامج الخاصة بالتأهيل والإصلاح داخله. تشهد المنظومة العقابية في مصر تطورا ملحوظا مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وتحرص وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية والإنسانية لزيارتها لمشاهدة هذا الإنجاز الحضاري الإنساني، ومنها هذه الزيارة لعدد من المستشارين بوزارة العدل لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون. الزيارة بدأت بقاعات المحاكمات التي تم إنشاؤها داخل المركز، والتي تعكس التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل في توفير الأجواء الملائمة لتطبيق العدالة وتخفيف عناء انتقال النزلاء لأماكن محاكمتهم وإجراءات التأمين، حيث أشادوا بتلك الخطوة المهمة في سرعة الفصل في القضايا. دي نقلة نوعية في كل التفاصيل بتدل على ان في رؤية بتتعمل، نقلة ان تنقل بالفعل المؤسسات العقابية لمؤسسات تأهيل فعلا بتتواكب مع الرؤية الجديدة في الجمهورية الجديدة للدولة. يعني مثلا لما تبقى قاعة محكمة بهذا الشكل بهذا الأداء بهذا التخطيط لكل التفاصيل، بدءا من دخول المتهمين لمكان احتجازهم لمكان محاكمتهم لمكان مداولة القضاء. ما شاهدناه اليوم سواء في مقرات المحاكم أو في العنابر الخاصة بالنزلاء حقيقة بتؤسس لرؤية الدولة الجديدة في معاملة هؤلاء النزلاء وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع من خلال عدد من الأنشطة. وشفنا قد إيه حجم التطوير اللي تم في أبنية المحاكم من استخدامهم لتقنية المعلومات مراعاة لحقوق المساجين وحقوق الإنسان. تنقل الوفد بين جنبات ومرافق مركز الإصلاح والتأهيل لمشاهدة ما يتضمنه من مرافق توفر الرعاية اللازمة للنزلاء، وفي مقدمتها المركز الطبي بتجهيزاته التقنية والبشرية المتطورة لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء، بل وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة. شفنا الرعاية الصحية بتاعتهم اللي بتضم أحدث الأجهزة الطبية اللي ما شفناهاش في أي مستشفيات خاصة. شفنا مراكز طبية على أعلى مستوى، شفنا مراكز تعليم فني، شفنا مخابز، شفنا أماكن صالحة جدا للمعيشة، مش هنقول كنزيل هنقول كبني آدم. وأثنى الوفد على برامج التأهيل والإصلاح المتبعة والتي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في رعاية النزلاء وحقوق الإنسان وتأهيلهم، وبهدف تقويم سلوكهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح مع إثقالهم بالمهارات الحرفية اللازمة داخل الورش المختلفة والتي تضمن لهم التكسب من ورائها لمواصلة الحياة عقب الإفراج وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع صالحين نافعين له.
مستوى رائع 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 أكثر من رائع، بيحافظ على آدمية الإنسان. المؤسسة العقابية تطورت بشكل رهيب عشان خاطر تكفي نفسها وعشان خاطر تكفي المؤهلين اللي هيطلعوا تاني يعيشوا في المجتمع. المسألة بالنسبة لنا كان شيء مبهر، شفنا مجهود كبير، شفنا زي المسجون هنا بيلاقي أحسن معاملة، شفنا كل ما يخص حقوق الإنسان والمتوفر هنا في حقوق الإنسان من علاج، من أكل كويس، شرب كويس، عيشة كويسة. المسجون هنا بيعامل أحسن معاملة. اللي عجبني برضو إن النزيل أصبح إن هو لما بيجي يخش القطاع بيخرج منه متعلم حرفة جديدة، لو عنده أي مشاكل اجتماعية بتتحل، اللي بيها ما يخرج لمجتمع جديد بشخص جديد بكيان جديد ما يرجعش تاني. الحقيقة إن كان لازم إن إحنا نهتم بثقافة النزيل، نهتم بإمكانياته وقدراته علشان يكون أقدر على استيعاب الحياة بعد خروجه إلى الحياة العامة وبعد أداء مدة العقوبة. ما أصبحتش مدة عقوبة بالمعنى اللي كان معروف قبل كده، ولكن هي مدة للتأهيل وللتهذيب ولإخراج شخص صالح للحياة. وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة مهمة على درب تطوير المنظومة العقابية في مصر، والتي تعتمد على التوسع في إنشائها لإغلاق كافة السجون العمومية التقليدية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27. الوزير البريطاني ألوك شارما رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ. ومن المقرر أن يناقش شكري ورئيس مؤتمر أطراف تغير المناخ آخر تطورات قضية التغير المناخي والملفات ذات الاهتمام المشترك. وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح للتذكير بكيفية التعامل حال الشعور بأعراض نزلات البرد أو اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، ولتجنب المضاعفات القوية الناتجة عن الإصابة بعدوى كورونا. وأكدت وزارة الصحة على أهمية وضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكونها حائط الصد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات. وطلبت الوزارة بالتعاون مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه بعدوى كورونا، بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته وعدم تبادل الأدوات الشخصية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء المسح السمعي لمليونين وأربعمائة وسبعة وستين ألف وخمسمائة وسبعة أطفال من حديثي الولادة ضمن المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من عام 2019. وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل 144,364 طفلا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفة أنه تم تحويل 13,657 طفلا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة، والبالغ عددها 30 مركزا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأكثر دقة وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة الأذن أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته ذلك. كشف
كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري عن وجود ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم. وأشار المنظري أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 89% مقارنة بالأسبوع السابق له، موضحا أن هناك توصيات بتقوية النظم الصحية من مختلف الجوانب بما في ذلك الدعم المالي والفني والتقني. نصيحتي علينا الرجوع إلى الجهات المختصة والسلطات الصحية المختصة في الدولة نفسها، أو الوصول والدخول في المنصات العالمية المعروفة على سبيل المثال منصات المعلومات لمنظمة الصحة العالمية المتاحة بكل يسر وسهولة، سواء في الفيسبوك ولا في التويتر أو في الواتساب، من أجل الحصول على المعلومة الدقيقة وعدم نشر هذه المعلومات التي تصل إلينا لأنها فعلا تسبب الذعر والخوف والقلق والهلع بين الناس. قالت السلطات الأسترالية اليوم إن أستراليا تقترب على الأرجح من ذروة موجة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا. وحذرت السلطات من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تسجيل أكثر من 100,000 حالة لليوم الرابع على التوالي، وبعد أن نجحت أستراليا في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال قيود صارمة في وقت سابق من الجائحة، باتت تعاني الآن من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات بالسلالة أوميكرون، وبدأت معظم المناطق في اتباع استراتيجية التعايش مع الفيروس بعد ارتفاع معدلات التطعيم. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن منطقة أوساكا في غرب اليابان بصدد تسجيل عدد إصابات قياسي بفيروس كورونا بعد رصد أكثر من 3,000 إصابة يوميا. ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه اليابان القيود لمكافحة فيروس كورونا في 3 مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية، بعدما بدأ أن تفشي المتحور أوميكرون في هذه القواعد امتد إلى المناطق المحيطة بها. أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن المكسيك سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكورونا، وبلغ عدد الحالات نحو 44,293 حالة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4,302,069 إصابة. وأشارت بيانات الوزارة أيضا إلى تسجيل 195 حالة وفاة مؤكدة جديدة بكورونا أمس، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 301,107 حالات. وافقت منظمة الصحة العالمية على قرارين جديدين مضادين لفيروس كورونا. وكانت المنظمة قد وافقت في سبتمبر الماضي على 3 علاجات أخرى لتقليل الأعراض الشديدة للفيروس. المزيد نتابع التقرير التالي. على قدم وساق تجري الاختبارات المعملية لتركيب عقارات جديدة مضادة لكورونا ومتحوله الجديد أوميكرون الذي أربك الحسابات الدولية. منظمة الصحة العالمية وافقت على عقارين لعلاج المصابين بكورونا يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت من الفيروس. وحتى الآن حصلت 3 علاجات أخرى لمرضى كورونا على موافقة منظمة الصحة، كما وافقت المنظمة على العلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية ريجينيرون في سبتمبر الماضي. وطلبت منظمة الصحة العالمية شركات الأدوية بتحديث لقاحات كورونا الخاصة بها حتى توفر استجابات مناعية أقوى، بعد التحذير من أن الجرعات المعززة المتكررة ليست مستدامة، وأن على مطوري لقاحات العمل من أجل إنشاء لقاحات كورونا طويلة الأمد تكون فعالة ضد السلالات المستقبلية المتوقعة. أهمية تعزيز اللقاحات تأتي في ظل مخاوف استمرار الفيروس، لا سيما بعد أن صرح مسؤول بشركة فايزر بأن الفيروس سيكون موجودا خلال السنوات العشر المقبلة، ولكن يمكن السيطرة عليه عن طريق التعزيزات السنوية. وهكذا يستمر السباق بين جميع الشركات في محاولات لكبح جماح الفيروس ومتحوراته، أملا في القضاء عليه والعودة لحياة طبيعية في أقرب وقت.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة. تحياتي لك دكتور رياض. ومنظمة الصحة تطالب مطوري اللقاحات بالعمل لتطوير اللقاحات طويلة الأمد، برأيك هل تنجح الشركات العالمية في ذلك؟ مرحبا. مرحبا. في الحقيقة ليست المهمة بمهمة سهلة، تستطيع الشركات الدواء بطبيعة الحال أن تنتج لقاحا ما ضد سلالة ما أو ضد فيروس ما، ولكن عندما تغير هذا الفيروس يعني لن يكون اللقاح الذي أنتج على أسس معينة فعال 100% ضد اللقاح ضد المتحور أو التغيرات التي سوف تطرأ يعني إذا عند في حال أن في حال وجودها. أيضا موضوع اللقاح يأخذ وقتا، حتى أن اللقاح الجديد يعني الذي وعدت به فايزر مثلا لمتحور ألفا ومن ثم دلتا، عندما أول ما ظهر المتحور ألفا إن كنتم تذكرون قالوا خلال 90 يوما من الممكن أن نفعل ذلك أو 100 يوم، ولم يفعلوا ذلك لا للمتحور ألفا ولا للمتحور دلتا. لماذا؟ أعتقد أنه لأنهم كانوا يعرفون منذ البداية أن المتحورات سوف يعني تعاود ظهورها وسوف تتبدل ولن يكون اللقاح دائم، يعني لا يمكن أن يكون ثابتا إلا إذا تغيرت التقنية. من الممكن في حال معينة بأن يعني هلأ مثلا تقنية النوفا فاكس الجديدة التي اللقاح الذي اعتمد في أوروبا منذ شهر تقريبا وفي فرنسا منذ البارحة يعتمد على جزيئات الفيروس، يعني جزيئات متعددة للفيروس بحيث إذا تغيرت إحداها لا تتغير الأخرى. فبينما لقاحات المسنجر RNA كانت تعتمد على البروتين سبايك بشكل خاص، قد يعني يساعد تغيير استراتيجية اللقاح أن بالوصول إلى لقاح أكثر استدامة وأكثر مقاومة للتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس. دكتور رياض، على ذكر هذه اللقاحات، منظمة الصحة العالمية وافقت على دخول عقارين جديدين لمضادين لفيروس كورونا، كيف ترى ذلك وإلى أي مدى من الممكن أن تؤثر هذه العقارات على نسب الشفاء من فيروس كورونا وتداعياته؟ العلاج الكورونا حتى الآن غير موجود بشكل يعني كما تعالج الجراثيم مثلا أو كما يعالج حتى فيروس نقص المناعة المكتسب الإيد، لأنه الآن هناك أدوية تستطيع أن ولو كانت ثلاثية المعالجة أو رباعية المعالجة يعني رباعية الأدوية نستطيع السيطرة على الفيروس، بينما فيروس كورونا حتى هذه اللحظة لا يوجد أدوية واضحة تؤدي إلى السيطرة عليه بشكل كامل. هناك أدوية تعالج ما قد يحدثه من أعراض أو ما قد يؤدي إلى فيه إلى منه إلى خلل في الجهاز المناعي، فهم يعالجون مثلا زيادة الاستجابة المناعية التي تؤدي إلى تفاقم الحالة في الرئة أو في أماكن أخرى من الجسم. يعني هذه العقارات تؤثر وتحفز المناعة أكثر ولمن يعاني من هذه الأعراض. تماما مثلا، ولكن عند حصول تطورات معينة مثلا عندنا دوائين في فرنسا هي أضداد وحيدة النسيلة، منها ما قد كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد أخذه عند أصابته بالكورونا، كانت أضداد وحيدة النسيلة يعني تهاجم جزء منطقة معينة من الفيروس، بما أنها قد تغيرت فعندنا دوائين لم يعدوا مفيدين الآن، وهناك دواء ثالث مضاد يعني مونوكلونال أنتيباديز وحيدة النسيلة أضداد وحيدة النسيلة أصبحت فعاليتها جزئية عندما ظهر متحور الأوميكرون. فهذه الأدوية ليست يعني هي أدوية نهائية تستطيع أن تقضي على الفيروس بكافة الأحوال، ولكنها هي معالجات متممة لبعضها البعض. عندما نمنع التخثر إذا نحاول أن لا تتفاقم الحالة، عندما نعطي الديكساميثازون أو الكورتيزون في حالات معينة عند ارتفاع مثلا CRP يعني الحالة الالتهابية باختصار أو الحاجة للأكسجين، إذا نعالج السبب أو نعالج العرض عفوا، فنحاول أن نتأقلم ونحسن العلاج المريض بشكل عام، ولكن ليس هناك علاج فعال ومستديم حتى هذه اللحظة قد ظهر لكي يخلصنا نهائيا من فيروس الكورونا. يعني هذه العقارات تقلل من تداعيات فيروس كورونا. تماما، هي عبارة للتعامل مع ما قد يحدثه فيروس كورونا في جسم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة، شكرا جزيلا لك.
أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق إحباط محاولة استهداف لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، وأوضحت الخلية في بيان لها أن 3 طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي للقاعدة قبل أن تقوم القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية لقاعدة بلد بفتح النار باتجاه الطائرات المسيرة التي لاذت بالفرار. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي ديفيد ستارفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا هذا الأسبوع، وأضافت أنهما سيحثان أديس أبابا على المساعدة في إنهاء الصراع في البلاد. وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عبر يوم الجمعة عن قلقه إزاء تقارير عديدة ومقلقة بشدة عن ضربات جوية في إقليم تيجري بإثيوبيا، قائلا إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا منذ بداية العام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول الطائرات 6 الأولى من قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجمعي إلى مطار سيفريني في مدينة إيفانوفو الروسية قادمة من قزاقستان. وأوضحت الوزارة أنه بعد هبوط اللوحة الأخير في المطار ستقام فعاليات رسمية للقاء المظليين الروس الذين أتموا جميع المهام باحترافية. وكان رئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف أعلن الأربعاء بدء انسحاب قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان. وأرسلت روسيا بطلب من الرئيس الكازاخستاني قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود. قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ اقتبرت إطلاق صاروخ من قطار خلال تدريبات على الإطلاق. يأتي ذلك في ظل توجه أمريكي لفرض عقوبات جديدة عليها في أعقاب سلسلة من تجارب الأسلحة في الآونة الأخيرة. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن صاروخين باليستيين قصيري المدى قطعا مسافة تبلغ نحو 430 كيلومترا بارتفاع بلغ في أقصى 36 كيلومترا بعد إطلاقهما باتجاه الشرق من الساحل الشمالي الغربي لكوريا الشمالية. ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية مدى الصاروخين أو مسارهما، لكنها قالت إن تدريب الإطلاق يهدف للتحقق والحكم على كفاءة إجراءات عمل النظام المحمول بالسكك الحديدية. اقترح رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي على البرلمان تغليظ عقوبة تهريب البشر بأحكام تصل إلى السجن 30 عاما في بعض الحالات. وتعتبر غواتيمالا منذ سنوات طويلة نقطة رئيسية لانتقال مهاجرين فقراء من أمريكا الوسطى، من ضمنهم مواطنون من أبنائها إلى الولايات المتحدة في رحلات محفوفة بالخطر عبر المكسيك سعيا لحياة أفضل. واقترح جياماتي أمس زيادة مدد السجن على المهربين لتكون ما بين 10 سنوات و30 سنة بدلا من العقوبة الحالية والتي ينص عليها القانون، وهي السجن ما بين 2 و5 سنوات. أفاد المركز الأمريكي لمراقبة أمواج المد العاتية تسونامي في المحيط الهادئ بوجود أمواج لتسونامي خطيرة نتجت عن نشاط بركاني في مملكة تونغا. وأضاف المركز في بيان له أن منطقة ساماو الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديدا للشواطئ في المدن الساحلية. اندلع حريق في مستودع عند المواد الكيميائية في مدينة باسايك بولاية نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحدة. وذلك فيما قررت سلطات عدم إجلاء السكان، لكن رئيس بلدية المدينة حث جميع القاطنين في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب على إغلاق النوافذ في منازلهم. وبحسب سلطات الولاية فإن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في المبنى المكون من 3 طوابق. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار. وتواصل المجلس مع وزارة المالية التي نفت الأنباء، وشددت الوزارة على أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي
التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 في 19 من مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية. تلقت وزارة الموارد المائية والري تقريرا يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع وأعمال تأهيل المساقي. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كيلومتر بمختلف المحافظات. وبحسب الوزارة فإنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرة إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع وحصول كافة المزارعين على الترع على حصتهم من المياه. صرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قد أعلنت خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي، وأكدت أن ذلك الإعلان يأتي تكليلا لجهود الوزارة في تنمية الثروات الحيوانية ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي. وقال وزير الزراعة السيد القصير إنه بهذا الإعلان تمضي مصر بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور المبني على الأسس العلمية لصناعة الخيول. وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظمة الدولية سبقا أعلنت أيضا خلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية والرعام والزهري، واعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجيني وقسم بحوث البروسيلة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وجهت وزارة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة. يأتي ذلك بهدف سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء. كما وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي السادة المحافظين بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه بالشوارع الفرعية والميادين الرئيسة، والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي. وصلت موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة ضرب عدد من المحافظات لا سيما الإسكندرية ودمياط، حيث تعرضت معظم مدن المحافظتين لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الأحد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلسل الجبال البحر الأحمر. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود شاهين نائب رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. أستاذ محمود أهلا بحضرتك، وتوقعات حول حالة الطقس خلال الأيام القادمة بإذن الله. شكرا يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. بالفعل بتتعرض خلال هذه الأيام لتقلبات جوية ما بين انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار وفي فترات الليل، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. بالفعل سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري، فرص الأمطار هناك من خفيفة إلى متوسطة الشدة خلال الساعة القادمة مع بداية يوم الأحد بإذن الله. هتكون فرص الأمطار على المحافظات البحري وسواحل الشمالية وسيناء هتكون أيضا متوسطة الشدة، ومع تقدم ساعات النهار يوم الأحد بإذن الله غدا تمتد فرص الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. بالنسبة لانخفاضات درجات الحرارة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع، درجة الحرارة على سواحلنا الشمالية والوجه والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد بتتراوح خلال تقلبات جوية ما بين انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار وفي فترات الليل، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. بالفعل سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري، فرص الأمطار هناك من خفيفة إلى متوسطة الشدة.
خلال الساعات القادمة مع بداية يوم الأحد بإذن الله هتكون كرة الأمطار على المحافظات البحري وسواحلها الشمالية وسيناء، هتكون أيضا متوسطة الشتاء. ومع تقدم ساعات النهار يوم الأحد بإذن الله غدا تمتد فرص الأمطار إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد. بالنسبة لانخفاضات درجات الحرارة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع، درجة الحرارة على سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد بتتراوح خلال ساعات النهار ما بين 16 و19 درجة مئوية، أما في فترات الليل فتتراوح درجة الحرارة ما بين 9 و10 درجات مئوية. أما جنوب البلاد جنوب الصعيد جنوب سيناء فدرجة الحرارة العظمى خلال فترات النهار من 19 إلى 20 درجة، وفي فترات الليل من 11 إلى 12 درجة مئوية. نعم أستاذ محمود، هل هذه درجات الحرارة المنخفضة هي حول معدلاتها أو معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام؟ طبعا احنا أقل من المعدلات، ممكن أقل بقيم طفيفة، بس طبعا الجو احنا بنقول شديد البرودة ما فيش كلام، خصوصا مع غياب أشعة الشمس وساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح واحنا خارجين لأعمالنا وأنشطتنا اليومية والمدارس والامتحانات والجامعات، فتكون حذرين جدا واحنا خارجين الصبح بدري، نكون حاطين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة الصبح واحنا خارجين، أيضا يعني ناخد بالنا واحنا خارجين من طبيعة الكتلة الهوائية اللي هنتعرض ليها الباردة واختلافها مع الكتلة الهوائية اللي موجودة داخل المنازل اللي بتكون أكثر دفئا، فلازم طبعا نبدأ تدريجيا نتعرض للهواء بشكل تدريجي لما نخرج نفتح السكونات بحيث ان احنا نبدأ تدريجيا طبيعة الكتلة الهوائية المؤثرة علينا خارج المنزل. نعم ايضا استاذ محمود بالنسبه للشبوره المائيه صباحا هل متوقع ظهورها بكثافه؟ لا وان شاء الله خلال 48 ساعه اللي جايه على الاقل فيش شبوره مائيه كثيفه، شبوره مائيه طبيعيه وخفيفه وغير مؤثره على الانشطه اليوميه. احنا بنقول هيكون في فرص سقوط امطار وموجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيقلل بشكل كبير من فرص الشبوره الكثيفه. وبالنسبه لحركه الصيد يا فندم، حركة الصيد والملاحة البحرية في البحر الأحمر مهيئين تماما سواء كان خليج السويس أو البحر الأحمر، أما البحر المتوسط نظرا لنشاط الرياح ده بيتسبب في ارتفاع الأمواج نسبيا إلى ما يقرب من 3 أمتار في عمق البحر المتوسط، وده طبعا بيكون ليه مربوط. نعم شكرا جزيلا الأستاذ محمود شاهين نائب رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية. انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطهير وتعقيم اللجان، هذا وتجرى الامتحانات وسط متابعة مستمرة من غرف العمليات بمختلف المديريات والإدارات التعليمية في ظل استعدادها لتلقي أي شكاوى للتعامل معها والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ. تواصل مبادرة حياة كريمة أعمالها بمحافظة جنوب سيناء لتقديم الخدمات والرعاية الصحية، وتواصل القافلة الطبية المجانية توقيع الكشف والفحص الطبي بالمجان على أهالي وادي أبو جعدة التابع لمدينة رأس سدر وللمناطق المجاورة والأكثر احتياجا ولأهالي ومرضى وديان المحافظة، وتضم القوافل عيادات متنقلة في تخصصات البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان. تتواصل في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال مشروعاتها لتطوير الريف المصري، ويشمل مركز كفر سعد بدمياط 28 قرية رئيسية، ويتضمن تطوير تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع بقرى المركز بما يمثل نقلة حضارية ونوعية تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام للقطاع الزراعي بشكل خاص. بنشكر السيد الرئيس على الحاجات اللي عملها لنا، حاجات ما كناش نحلم بها، صرف صحي وتبطين الترع، حاجات جميلة جدا جدا. اللي أنا شايفه فعلا
مبادرة رائعة، مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة لأكثر من مشروع في كفر سعد وفي تفتيش تاني. عموما تبطين الترع ده شيء خيالي ما كانش في خيالنا، حافظ على كل شيء، مية نظيفة، رقعة زراعية هتبقى كويسة بعد كده. بدأت جامعة الوادي الجديد تنفيذ سلسلة من الندوات الثقافية والقوافل البيطرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 28 قرية من قرى الفرافرة، حيث تشرف على تنفيذ البرامج كلية الطب البيطرية التي تقوم بعمل زيارات ميدانية للقرى لتعريف المربين من أصحاب الثروة الحيوانية بكيفية الحفاظ عليها وتنميتها. تم عقد بعض القوافل وبعض ورش العمل في كثير من القرى في محافظة الوادي الجديد تحت مبادرة حياة كريمة الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم عمل ندوات وورش عمل للأطباء البيطريين لرفع كفاءة الخريجين واكساب مهارات في سوق العمل وخلق روح التنافس ما بين الخريجين. ان احنا ككلية الطب البيطري بتوجيهات من السيد رئيس الجامعة وضعنا خطة على مدار اشهر السنة، بداية من شهر 1/2022 حتى شهر 12/2022 في اطار مبادرة حياة كريمة من اجل تنظيم عدد من القوافل على مدار الاشهر هذه، وحددنا 28 قرية في مركز الفرافرة بالتعاون مع القائمين على مبادرة حياة كريمة. هنقوم بعمل قوافل البيطرية شهرية فيهم إن شاء الله، ونقدم الخدمة للناس مجانا. تتواصل فعاليات القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة الصحية بحلايب لليوم الثاني. وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر الدكتور وسيم إدوارد إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 345 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. تحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أحد أهم قادة ثورة يوليو وأحد أهم رواد حركات التحرر من الاستعمار ومن بين مؤسسي حركة دول عدم الانحياز. ويعد الزعيم جمال عبد الناصر ثاني رؤساء الجمهورية، فكانت له مواقف وطنية مشهودة خلدها التاريخ قبل أن يرحل عن عالمنا عام 1970. أحد أهم قادة ثورة يوليو عام 1952 ورائد حركات التحرير في الشرق الأوسط والدول الإفريقية، وهو ثاني رؤساء الجمهورية، كما أنه من مؤسسي حركة دول عدم الانحياز. إنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ولد في 15 من يناير من عام 1918 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في الكلية الحربية في يوليو عام 1938، ثم رقي إلى رتبة الملازم أول في عام 1940. شارك في حرب فلسطين عام 1948، وعقب عودته عين مدرسا في كلية أركان حرب بعد أن اجتاز امتحانها. وفي يوليو من عام 1949 تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار التي كان له فيها دور رئيسي، حيث نجح الضباط الأحرار في 23 من يوليو من عام 1952 في القيام بالثورة وسط دعم شعبي، ثم أعلنت الجمهورية في عام 1953. في 17 من أبريل عام 1954 تولى عبد الناصر رئاسة مجلس الوزراء، وفي 24 من يونيو من عام 1956 أصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية. الزعيم الراحل تبنى فكرة إنشاء السد العالي الذي يمثل ملحمة وطنية سطرها المصريون، ويعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين. وفي 26 من يوليو من عام 1956 أعلن جمال عبد الناصر قراراً بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وبعد مسيرة حافلة ودور وطني استثنائي، توفي جمال عبد الناصر في 28 من سبتمبر من عام 1970، وشيع جثمانه الملايين في مشهد مهيب.
احتفلت محافظة أسوان بعيدها القومي الذي يتواكب مع ذكرى 51 لافتتاح السد العالي، وتم إيقاد الشعلة برمز الصداقة بحضور محافظ أسوان أشرف عطية وعدد من القيادات المحلية والشرطية. وتوجه الحضور لحديقة ذرة النيل، حيث قام محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري. النهاردة يوم جميل، بنحتفل بالعيد 51 للعيد القومي لمحافظة أسوان، ويتوافق برضو مع تاريخ ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. احنا بنقول لكل مواطني محافظة أسوان ان احنا بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كمان بيتواجد معايا قادتي وزملائي المحافظين السابقين اللي احنا بنكمل على شغلهم. بيبقى العيد عيدين، لان هم موجودين معانا، قد ايه بتبقى في فرحه كبيره جدا سواء من المواطنين، وانا على المستوى الشخصي سعيد بوجودهم. ان شاء الله حجم المشروعات اللي تم افتتاحها كان كبير وعظيم في وجود سياده الرئيس، وتمت في توقيت مناسب جدا ومتوافق مع الاعياد القوميه، العيد القومي لمحافظه اسوان. يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب غينيا بيساو في 9 من مساء اليوم على ملعب رومدي أجيجا في مدينة جاروا الكاميرونية. يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون حاليا وحتى 6 فبراير المقبل. ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز وتصحيح المسار بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف دون رد. تحت شعار لا بديل عن الفوز، يدخل منتخبنا الوطني الأول لقاءه مع نظيره منتخب غينيا بيساو مساء اليوم على ملعب رومدي إيجيا في مدينة جاروا الكاميرونية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون. يحتل المنتخب الوطني المركز الرابع بلا رصيد من النقاط، فيما تحتل غينيا بيساو المركز الثالث بنقطة حققتها من تعادلها مع السودان. ويسعى منتخب مصر خلال اللقاء إلى تحقيق الفوز وتصحيح المسار بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف دون رد، وهو ما انعكس خلال مشاركة جميع اللاعبين بالمران الأخير عدا المصابين الاثنين أكرم توفيق وأحمد فتوح، حيث سادت التدريبات روح معنوية عالية بين لاعبي المنتخب بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي، على أمل تحقيق الفوز في مباراتي غينيا بيساو والسودان حتى يستكمل منتخب مصر الأكثر تتويا باللقب المشوار نحو الأدوار المقبلة بالبطولة. على الجانب الآخر، تلقى منتخب غينيا بيساو المشارك في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه ضربة موجعة بعدما أعلن الاتحاد المحلي إصابة المدرب باريس كاندي بفيروس كورونا، بما يعني غيابه عن إدارة مباراة مصر بعد خضوعه للمسحة الطبية وثبوت إيجابيتها، إلى جانب إصابة لاعبين جديدين وهما حارس المرمى موريس جوميز وجوزيف ميندي، في مقابل تعافي الثلاثي حارس المرمى جوناز مينديز ولاعب خط الوسط جورجينيو انتيما والظهير الأيسر ليونيل ألفيس، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الطبية للاعبين سلبية. انتهت النشرة الثالثة، وإليكم أهم ما جاء فيها. مدبولي يؤكد أهمية مشروعات الطرق والمحاور ومنظومة شبكة القطارات الكهربائية لتحقيق التنمية الشاملة. إعلامي مجلس الوزراء يسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا. استراليا تعلن الاقتراب من ذروة موجة أوميكرون وتحذر من استمرار ارتفاع معدلات الإصابة اليومية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.